ولكنني استمتعت بإقامتي في الكويت لأن الأجواء كانت طيبة، والذين كنت أعمل معهم كانوا يحترمون الناس ومتفاهمين، كانوا متفاهمين للوضع العام. كانت إقامتي في الكويت منتجة إلى حد بعيد، وبقيت أنا ذهبت لأنفق سنة هناك، وبنهاية السنة جددتها سنة أخرى. الكويت تعتبر محطة مهمة في حياة الرئيس سليم الحص، حيث لا زال ينظر لها بكل إعزاز ومحبة، حيث وافق في عام 64 على تولي مهمة المستشار المالي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي كان رئيسه آنذاك سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح. وبقي الحص في الكويت حتى نهائيات العام 66، هي مرحلة لا ينساها الحص، فقد مكنته وظيفته التي كانت لكل العرب كما يقول من التعرف على كل العالم العربي، لأن الدور الكويتي امتد إلى كل العالم العربي حسب تعبيره. ترك الحص الكويت بعد 27 شهراً، عاد بعدها إلى لبنان مع مدخرات مكنته من شراء أرض في منطقة الدوحة جنوب بيروت، وترك في الكويت ذكريات وأصدقاء لا زال يذكرهم ويذكرونه. الحديث عن دكتور الحص يعني حديث حقيقة مشوق وقد يكون طويل. دكتور الحص طبعا معرفتنا فيه، احنا يمكن كنا تلاميذ باعتباره هو رجل اكاديمي واستاذ اقتصاد. الكويت اعتقد يعني كان لها نصيب في جهود دكتور الحص عندما اتى الكويت وعمل بصندوق التنميه في ذلك الوقت. وصندوق التنميه الحقيقه هو المشاريع الرائده واللي اعتقد هي تعتبر شيء مفخره للكويت. ودكتور الحص قدم الكويت وعمل مع خبراء الصندوق، والصندوق كان يضم ثلة من الخبراء العرب في ذلك الوقت، واللي ما زالوا يعني منهم طاهر كنعان ومنهم يعني أخوة كثيرين جدا يعني اشتغلوا بالصندوق وأسسوا صندوق التنمية، وكانوا أيضا يعني قيادة الأخ عبد اللطيف الحمد آنذاك. أنت ذكرت في إحدى تصريحاتك أن على المستوى السياسي العام أو على المستوى الشخصي الخاص للكويت مكانة خاصة في قلبي. من أين جاءت هذه المكانة الخاصة في قلب دكتور سليم الحص؟ بصورة خاصة عبر تلك المرحلة التي أنفقتها في الكويت، لأن معاملة الكويت لي كانت أكثر من ممتازة الحقيقة، و قدروا لي الجهد الذي كنت أبذله، وأنا قدرت لهم حسن تنظيمهم وانفتاحهم علي وعلى العمل الذي كنت أقوم به.